هجرة جماعية سرية معلنة. ايوا تقرا وتكون مسكت زوينة تقرا تولي ان شاء الله طبيب. يا السلام عليكم الدراري وتحياتي لكم، مرحبا بكم في فيديو جديد ورياكشن جديده. اليوم الدراري غنتفرجوا في تراك جديد ديال لون الرابور اللي يعني الرابور يعني الشعبي كيدير راب هادف كيناقش فيه بزاف ديال القضايا. يعني هو ناقش في هذا التراك هذا ناقش الهجره وناقش كيفاش الحيثيات ديال الهجره المصاعب ديال الهجره. هادشي اللي غادي نشوفوا في هذا الفيديو. يلا شنو تديري انت ويا تما؟ هضري معايا راه تنهضر معاك دابا راه غادي نهضر معاك ما غادي نضربك ما والو. هي راه شاده في يدي شنو تدير انت تما؟ يلا معايا خوتي بزاف كلمات هادفة بزاف اخوتي صراحة. رابور واعر بالرجول، يعني كيفاش ناقش بالزربة كيفاش داز من المغرب كله معرفة وداك الشيء راه بزاف اخوتي. ما كيفكروش هما في الأخيرة، عندهم حلمة واحدة هي يمشيو في الباخرة. بغاو يريسكو في باطيرة. الدراري كاملين بكاو وسط الدموع في الباخرة. جري وخا فات الحال، جري جري اللي حيدك من بالو نساه الرجولة نساه اخوتي. كاين بعض المرات بزاف اخوتي ملي تيشوفك غادي طالع كيبدا يدير في شي تاخد شي خربيق ما هواش اصاحبي. يشوفك غادي طالع كطلع شويه كيبدا يدير واحد التصرفات كدل على انه هو ما صافيش. واش فهمتي؟ كلشي عارفينو بالمعرفة بالرجولة. ما كيعرفو لا ربيع لا شتا لا خريف لا صيف من الاخر. العقا ما كايناش الثقه ما ديرهاش. هاد من كيقلب الفلو واعر خوتي بالرجوله صراحه. هاد الفلو هذا ما مشوش انا في الروابه كاملين الدراري بالرجوله من الاخر. ما كيفكروش هما في الاخره. اي تمنى قلبك كيقول لك انا راه كنصلي ولا انا راه كندير. ما كيفكروش في الاخره الدراري. بكاو الدموع من وسط الباخرة اخوتي بالرجولة شي حاجة بزاف اخوتي. هنا غرق كلشي غرق. وشحال من واحد دار بحال اخوتي بانه يمشي يحاول يمشي يحسن الوضعيه ديالو. شحال من واحد دار بحر وهادشي ما خاص لابد يديروا شي حل اخوتي لهاد الناس هادو. دابا الناس هادو اللي كاينين في الفنيده قول عيب لابد خاصهم يديروا لهم شي حل. صح
ما خصهاش تبقى بحال موكاز تدري صغار صدري صغار غادي تماك صاحبي راه وصلاش بيه العظم صح ديروا لنا شي حل ديروا الدراري شي حل واش نمشي ديروا لنا شي حل صاحبي واش بنادم ما يبقاش صاحبي عنده ديك الفكره هذيك الفكره هذيك الفكره هي اللي خارجه على بنادم اص عكي صاحب راسو غادي يمشي تماك وغادي يلقى داك الشيء الجنة غيلقى الجنة لا هي راه غتعاود على زيرو صح عكي صاحب غادي تمشي تماك صاحب غيتلقاو لك لا صاحبي لا غتعاود على زيرو وديك على زيرو هي اللي خايبه قليل اللي كيطلع قليل قليل 1% اللي كيبان لك راه طلع واحد شويه اما ما تبقى كلشي كيبان لك راه باقي بلاصتو اش يولي مقابلها عر المعيشه ومقابل داكشي شمشي البيسيكس او شمشي اخوتي لا كنتمنى انهم يديروا شي حل للحكومه الجديده يديروا شي حل واش مشيني ديروا شي حل صاحبي ديروا شي حل الله يرحم لكم الوالدين باش بنادم صاحبي تولي عنده باقي الريس غير تولي عنده ديك تكون عنده ديك الفكره راه بزاف صاحبي راه بزاف هو باغي يمشي باغي يموت صح الدراري خاصهم يديروا شي حاجه بالرجول ديروا لنا شي حاجه ديال الترفيه شمتي شي حاجه ديال الترفيه ديال الدراري انهم يتريني وشي لعيبه شي السون لي بارك يديروا حدا البحر هذوك لي بارك عرفتي من ديال البار فيكس يديروا حدا البحر بنادم يتريني شويه ما تبقاش مغول عرفتي بنادم الدراري بنادم مغول اصاحبي اصافي وصلت لي العظم Should all those who are the cause of their lives travel invisible paths in search of a better future? May their faces never be forgotten. Forgotten. الدراري اللي مشاو اللي مشاو تماك الدراري اللي مشاو غامروا وداك الشيء راه ما غاديش نساو الوجوه ديالكم اخوتي بالرجوله شحال من واحد مشى من الدرب واللعيبات هادشي اللي ما كنتمناوش الدراري هادشي ما باغينوش اخوتي في المغرب ما باغينوش هنايا باغين المغرب ديالنا يولي زوين صراحه ولكن راه ماشي بيدنا اخوتي بالرجوله صراحه اخوتي تراك يعالج واحد الظاهره حتى رابور ما يقدر يعالج الظاهره هذه بالرجوله كنتمنى ان اللون يزيد شويه شومشي يزيد يعبر شويه مزيان هو التراك ديالو تبارك الله الله يعطي الصحه فنان بمعنى الكلمه يعني داكشي واعر صراحه يعني ناقش واحد الموضوع اللي حساس حساس شي واحد من قدي قد الرواب ما زعمش شي واحد ما زعم يناقشه من غير القناوي هو اللي كيزعم يناقش هذا الراب هذه المواضيع هاد وتحياتي ليه وكنتمنى ليه مسيره موفقه يعني يدخل يولي هو التوب 1 واش فهمتي يولي التوب 1 يولي واعر ماشي واعر واعر في الجماهيريه واش فهمتي يولي واعر بالرجوله الدري كيستحق انه ان من سيبورتي والدراري كيهضر اول واحد اول رابر كيهضر على الظاهره هذه تحياتي ليه هادشي اللي كاين الدراري ما تنساوش لايك وسبسكرايب نتشوفوا فيديو جديد الى اللقاء